بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر لعام 2023. يوم الأحد هو بداية العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية، القطاع العام، أيضا المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، مما يزيد من أحجام السيارات وأعداد المشاة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والتي يطلق عليها ساعات الذروة الصباحية. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة أيضا إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية بمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وعودة عقب انتهاء إجازة نهاية الأسبوع إلى القاهرة الكبرى لممارسة العمل الرسمي الأسبوعي. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية. معلوم بالنسبة للغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر بالنسبة للقادم من الطريق الدائري لدائرة المنيب وحتى الطريق الدائري للقوس الغربي، تحديدا المنطقة المحصورة ما بين شارع الهرم ومحطة مترو أنفاق فيصل. الساعة 6 صباحا تم إلغاء الغلق وتم فتح الطريق لاستيعاب حركة سير السيارات. أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي لكوبري العاشر من رمضان بسبب أعمال التطوير ورفع كفاءة الكوبري وتحويل حركة المرور إلى المسطح الأرضي وسط تواجد علامات إرشادية وعلامات تنظيمية بنفس الموقع. تم عمل حرم أمني حول المدارس والجامعات وأيضا الوزارات الخدمية التي يتردد عليها المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإفشاد قيد السيارات إلى ساعات الانتظار البديلة. مفيش شك إن الحالة الجوية متقلبة. اليوم شهدت البلاد سقوط أمطار خفيفة على الطريق الدولي الساحلي بالنسبة للقادم من مناطق اسكندرية اتجاه البحيرة. أيضا شبورة ترابية على الطريق الصحراوي مع سرعة الرياح. شبورة مائية كثيفة على كورنيش النيل والطول الزراعية والطول الساحلية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. كل هذا بيتطلب من قاد السيارة عدم التحرك في ذلك التوقيتات وفي حالة الضرورة التزام بالتعليمات الأمنية المرورية وأبرزها الهدوء في القيادة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، بالإضافة إلى استخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بصفة مستمرة لمنع تكون كتلة مائية أو ترابية على الزجاج تؤثر على الرؤية الجيدة، مع مضاعفة المسافات ما بين السيارات وتجنب الوقوف المفاجئ وعدم الوقوف نهائيا في مطالع ومنازل الكباري ومداخل ومخارج الأنفاق. الحملات المضية مستمرة على كافة أنواع المخالفات بهدف تحقيق الانضباط المروري للشارع المصري. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المضية بنناشد السادة قيد السيارات التزام قواعد آداب المرور، تعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.